وللحديث عن أسبوع القدس العالمي معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. مع انطلاق فعاليات الأسبوع، كيف يمكن أن تساهم هذه الفعاليات في بث الروح في الموقف الإسلامي، الدعم لفلسطين وفي تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي مقدساتهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، ولا بد من البداية من شكر قناتكم على جهودها الكبيرة في مناصرة هذه القضية، قضية القدس عموما، والتفاعل الكبير مع هذا الأسبوع، أسبوع القدس العالمي. فهذه المبادرة من قناتكم وتفاعلها هو خير دليل على وقوفكم إلى صف هذه القضية، وهي التي قضيتنا. شكرا على واجبك. أما بارك الله بكم، أما هذا الأسبوع وما تعاهد عليه العلماء والمؤسسات العلمائية العديدة، فالغاية من ذلك هو أن يكون هذا الأسبوع بمثابة استعادة الأمة لطاقة الشحن تجاه هذه القضية، واستعادة تفاعلها مع هذا الموضوع الذي أرادت منه بعض الحكومات الرسمية في بلادنا العربية مع الأسف تغييبها عن العقول، وفرض قرارات أو فرض واقع جديد يراد منه تغييب هذه الحقيقة وبيع القضية والتنازل عنها وفرض واقع التطبيع. لكن سيكون هذا الأسبوع هو خير جواب وخير رد من الأمة على مثل هذه الظنون ومثل هذه الأراجيف، والتي من ضمنها دكتور في الحقيقة أن هناك رواية سادت في الآونة الأخيرة من أن فلسطين للفلسطينيين والقدس للمقدسيين أو للفلسطينيين، ونحن مشغولون في قضايانا الكثيرة. لكن هذا الأسبوع الذي يقوده علماء الأمة في مختلف أصقاع العالم العربي والإسلامي عاد ليؤكد أن هذه القضية ليست قضية للفلسطينيين وحدهم أو حتى للعرب، إنها قضية المسلمين بصفة عامة. نعم، وهي قضية لم تغب عنا، وتحديدا مثلا نحن في هيئة علماء المسلمين دائما نكرر منذ الأيام الأولى للاحتلال، كررنا وقلنا بأن ما حصل لنا في العراق ومن مصائب كثيرة لا يمكن أن تنسينا هذه القضية، قضيتنا الأولى فلسطين. ومنذ تلك منذ الأيام الأولى لقيام الهيئة وعلى مر هذه السنوات شاركنا في العديد من الفعاليات المناصرة لفلسطين، ليسنا نحن فقط وإنما هكذا دأب العلماء والمؤسسات الأخرى، ولكن أتحدث عن أنفسنا، عن الهيئة وعن أنفسنا كمثال لما تقوم به المؤسسات الأخرى. وهذا الرأي نريد أن ننقله إلى عموم الأمة التي يسعى البعض إلى تغييب هذا الواقع عنهم وإشغالهم بمشاكلهم الجزئية والمحلية. فنحن أمة الجسد الواحد، وهنالك قضية مركزية لا يمكن أن نحيد عنها، ولا يمكن لهذه المشاغل والمشاكل الجزئية أن تحرك بوصلتنا عن هذه القضية. نعم، من الملاحظ دكتور أن هذا التحرك وهذا الأسبوع يأتي في الاتجاه المعاكس لمحاولات التطبيع الرسمي العربي من بعض الأنظمة، ونلاحظ أن هذا الالتفاف العلمائي والمؤسسات والشعبي حتى مع الأسبوع يعكس النبض الحقيقي للأمة العربية والإسلامية. وهذا ما أراده العلماء، أرادوا أن يقدموا إلى العالم وإلى الأجهزة الأنظمة الرسمية ليقدموا جوابا عمليا للرد على مثل هذا التخاذل وإلى مثل هذا التنازل عن هذه القضية. وهؤلاء أو هذه المؤسسات العلمائية تعتقد جازمة أن التنازل عن قضية فلسطين هو معناها أنها تنازل عن بقية حقوق الأمة جمعاء، ولذا نحن نعتقد أننا بمثل هذه الأنشطة ومثل هذه الفعاليات وبمثل هذه المناصرة التي هي واجب علينا، واجب على الجميع، الجهاد واجب ولو بالكلمة ولو بالمال وغيره من الأساليب المتاحة، هذه كلها تدلل على أن الأمة الإسلامية أمة حية لا يمكن أن تنخدع، وإن حاول البعض
أن يظهر غير ذلك أو يحاول أن يصور للعالم بأنه استطاع السيطرة على هذه الأمور. أخيرا دكتور، كيف وجدتم الحضور الرسمي والشعبي والمؤسسات في هذا الأسبوع والذي انطلق اليوم، ولكن كان هناك تفاعل قوي في الأيام الماضية، حتى ولاحظنا أن وزارات أوقاف وشؤون الدينية في بعض الدول مثل تركيا وماليزيا وجزر المالديف وغيرها ساهمت في هذا الأسبوع؟ يعني قياسا إلى أن هذا الأسبوع هي هذه أول سنة تنطلق، فقياسا إلى أنها المرة الأولى فالتفاعل يبشر بخير، ونأمل أنه في السنين القادمة يكون التفاعل أكثر. شعبيا هنالك تفاعل كبير جدا، مؤسساتيا مؤسسات علمائية، كما نعلم المؤسسات العلمائية في غالبها مستقلة، هي متفاعلة بشكل كبير جدا. واليوم مثلا تحديدا في تركيا 40 مؤسسة من مجتمع منظمات المجتمع المدني تآلفت واتفقت على هذا الأمر. أكثر من 50 دولة مؤسسات مختلفة من مشرق الأرض ومغاربه اتفقت وتفاعلت، وهنالك مشاريع عملية مشتركة وفردية. أما على المستوى الرسمي فقلة من الدول التي تفاعلت إلى الآن، ولكنها دول مهمة، ومنها على سبيل المثال تركيا التي تفاعلت شؤون الديانة التركية في هذا الأمر في وقت مبكر، ووزارة الأوقاف في غزة، وفي أيضا في ماليزيا والمالديف وبعض الدول الأخرى. ونأمل أنه يكون الواقع الجماهيري يفرض، أو هذا التفاعل الجماهيري يفرض على المؤسسات والمنظمات الحكومية والأنظمة الحكومية واقعا، ويغير مسار ما يراد فيه تغييب عقول الأمة عن قضاياها. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.